بسم الله. لو احنا عايزين نكتب في برنامج الجيم، بروح لأداة تكست من تول بوكس وأبدأ أكتب، وليكن مثلا هلو وورلد. أقدر أعمل على سيلكت وأكبر الخط وأغير اللون. أي لون أنت عايزه، وليكن مثلا لون أصفر. اقول له اوكي، هتلاقي هو اوتوماتيك عمل لير، وده اسم هلو وورلد، وده شكل التي اساس يدل ان اللير دي خاصه بالتكست. وهتلاقي ان انا ممكن اعمل محاذاه اي اتجاه انا عايزه، تمام. وممكن اعمل كروب للشكل بتاعي، اديت كروب على الجزء ده مثلا، ادس انتر، يروح قاطع لي الصورة كلها ومش مخلي غير الجزء اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليه بس.